شهد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب الاحتفالية التي أقامتها وزارة شؤون الشباب في مدينة شباب 2030 بمناسبة يوم الشباب الدولي. وزارة شؤون الشباب حرصت عبر مدينة شباب 2030 على إقامة احتفالية متميزة بهذه المناسبة، حيث تم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات. إنجازات متواصلة حققها الشباب البحريني في مختلف المجالات، استطاع من خلالها رفع اسم مملكة البحرين عاليا، وهذا ما تجسد جليا على أرض الواقع في مدينة شباب 2030. هذه المدينة التي تمثل تجربة مملكة البحرين في احتضان الشباب البحريني وتوجيه طاقاته في المكان الصحيح. استطاعت بهذا المشروع وزارة الشباب أن بتوجيه من صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد أن تملأ فراغ في المجتمع، وهو تهيئة النشء والشباب لسوق العمل من خلال تنمية مواهبهم، تنمية قدراتهم، معرفة ميولهم، معرفة إبداعاتهم من خلال مشاريع علمية مبتكرة. في رؤية واضحة شلون احنا نقيس امل الشباب، ونشوف احنا لازم نوفر برامج تضم كل الميول. مناسبة يوم الشباب الدولي مناسبة عالمية، البحرين تحتفل بشبابها ضمن يعني كل شباب العالم. احنا دائما نقول شبابنا متميزين، شبابنا معدنهم ذهب، شبابنا اصيلين، ووجودهم في مدينة الشباب هذه المجتمع اللي يحتضنهم يوفر لهم كل الإمكانيات أنهم يكشفون عن ميولهم، عن طاقاتهم، عن إبداعاتهم في بيئة آمنة. تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات وتهيئتهم ليكونوا المحرك الأساسي للتنمية في المملكة عبر وضع برامج تدعم الشباب وتفسح المجال أمامهم من خلال البرامج التدريبية المتنوعة التي تحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم في مختلف المجالات. تمكين تلعب دور جدا رئيسي في دعم الشباب، تمكينهم في سوق العمل من خلال عدد من المبادرات اللي نقوم فيها، واللي تركز على جانب التحاقهم في سوق العمل، جانب تطوير مهاراتهم والاستفادة من برامجنا لتطورهم الوظيفي. طبعا اليوم المدينة تركز على قطاعات جدا مهمة في سوق العمل، تركز على قطاع تقنية المعلومات، شفناها تركز على قطاعات مطلوبة في السوق، وهذا شيء جدا جميل. من خلال عملنا السنوات الطويلة مع مملكة البحرين ممثلة في وزارة الشباب، يعني ساعدنا ان احنا ننقل هذه التجربة الى الدول الاخرى، لان تجربة مملكة البحرين صراحة فريدة جدا. وابسط مثال عليها مدينة الشباب اللي احنا فيها، يعني هني ما اعتقد ان احنا شفنا مثلها في اي مكان صراحة في المنطقة. بالعكس تجربة جدا رائدة تعكس اهتمام من المملكة بالشباب البحريني. الاحتفال باليوم الدولي للشباب يمثل محطة سنوية هامة ومتميزة لتسليط الضوء على كافة الإنجازات التي قدمها الشباب البحريني ليصبح نموذجا مشرفا يحتذى به على مستوى العالم وشريكا مهما في نهضة الوطن وتقدمه. يعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على جهود مملكة البحرين في تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات، فضلاً عن الاحتفاء بدورهم الفاعل في المجتمع وتسليط الضوء على إسهاماتهم في بناء عالم أفضل باعتبارهم قوة دافعة للتغيير ورسم مستقبل مشرق لمملكتنا الحبيبة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.